خطوة صغيرة مع أخصائية التغذية ضحى خروب. خطوة صغيرة عنوانها كريمة الطبخ. كتير منكم سألوني عنها، وكمان هني بيجهلوا إنه مصدر مركز بالوحدات الحرارية والدهون. فالخطوة الصغيرة اللي حنعملها أنه نبدل الكميات الكبيرة من الكريمة بحليب خالي الدسم أو ربما كامل الدسم، ونخلي فقط معلقتين من الكريمة للتنكيه. هيك بنكون أخذنا الطعم الطيبة ووفرنا على صحتنا ووزننا. خطوة صغيرة مع أخصائية التغذية ضحى خروب.